فإذا يعني أكبر حرب الإنسان بواجهها هي معركة الذات. معركة الذات. لأنه في ناس عاوزة تكون ناجحة، في ناس عاوزة تكون غنية، في ناس عاوزة تكون سعيدة، في ناس عاوزة تكون مشهورة. بالضبط. يعني بتبحث عن الشهرة، وأنت ذكرت بعض الأمثلة. ده كتير عندي. أمثلة كتير الشهرة وشو أدت الشهرة. فالفكرة إنه طب الذات يعني هي الحرب اللي أنا بواجهها. بالضبط. هي حربي مع نفسي، إزاي أتعلم أبقى مدرك أنا للرب، أعرف أحدد أولوياتي بصورة مظبوطة. مظبوطة. إحنا في حرب مع تحديد الأولويات. الناس مش عارفة أولوياتها بشكل مظبوط، فلما يبقى فاكر كل أولوياته، وده بينعكس على أولادنا. على أولادنا لو كل أولوياتي الفلوس، الفلوس خايف على الفلوس، في قيم أهم من الفلوس، مبادئ أهم من الفلوس، أعيش للرب، وده لما يشوفوه ولادي بينطبع في حياة ولادي. يعني الكتاب بيقول عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. والرب يسوع بعتقد اتكلم عن الأولويات، ولما يعني اتكلم في هالموضوع قال، اقتبس الآيات اللي في العهد القديم، تحب الرب إلهك من كل قلبك. وفي عزته على الجبل كمان قال اطلبوا ملكوت الله وبره أولا. وحتى واحد من التلاميذ اللي حاول يتبع يسوع المسيح قال له ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، قال له دع الموتى يدفنون موتهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. فإذا المسيح وضع حسم الأولويات لنا، نعيش للرب، نحب الرب، ونطلب ملكوت الرب أولا.